دلوقتي هنكشف لحضراتكم أسرار توصيل التيار الكهربائي إلى مساحة تقترب من 500 ألف فدان في المجرة وغرب غرب المنيا، وهذه المساحات تابعة لمشروع استصلاح واستزراع 1.5 مليون فدان الرئاسي اللي بينفذ هذا المشروع العملاق. هنلتقيه حصرياً دلوقتي، هو المهندس الشاب الواعد شريف الجبلي الذي يقود تحالف عظيم من أكبر شركات العالم التي تعمل في الطاقة المتجددة، وقدر أنه يجذب لمصر خلال السنوات الماضية أو يمكن في أقل من 5 سنين حوالي 500 مليون دولار لإقامة البنية التحتية ومشروعات الطاقة المتجددة، بخلاف أنه يعمل فيما يقرب من 2 مليار دولار مشروعات تنفذ حاليا. هذا الشاب هو أمل مصر بالفعل، خليكم معنا. مين يتخيل الكهرباء هتغطي حوالي 500 ألف فدان في المغرة والمنيا، وبمحطات عملاقة للطاقة الشمسية والرياح، وباستثمارات تعدي 7 مليار جنيه، والتنفيذ في أقل من 2 سنين؟ دي حقيقة بجد، وانفردنا بيها ببرنامج الجدعان كتصريحات حصرية من السيد عاطر حنورة رئيس شركة الريف المصري الجديد. الأراضي طبعا ضمن مشروع 1.5 مليون فدان، واللي هينفذ المحطات دي هو الشاب اللي يفرح اللي قدام حضراتكم ده، اسمه المهندس شريف الجبلي، وهو رئيس مجلس إدارة مجموعة إنارة للاستثمار، واللي نجح في قيادة تحالف دولي عملاق من الشركات العالمية للفوز بتوصيل الكهرباء لمشروع 1.5 مليون فدان، وهو يستحق بالفعل. وكفاية أنه من المطورين الرئيسيين لمحطة بنبان في أسوان، أكبر تجمع لمحطات الطاقة الشمسية بإجمالي عدد 32 محطة بقدرة 1465 ميجا وات، يعني عمل مهول فعلا. تعالوا نتعرف على أسرار واحد من أعظم مشروعات مصر حاليا، توصيل الكهرباء ل 500 ألف فدان، يعني تنفيذ فوري ومباشر لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي للتوسع في الأراضي المستصلحة، والهدف تحقيق الأمن الغذائي لمصر. دلوقتي هنقابل المهندس شريف الجبلي، أمل مصر. لا زراعة بدون كهرباء، خلينا نتفق من البداية، وحضرتك قررت تحمل هذه المسؤولية وتقدمت بتحالف عظيم جدا وفزت بيه، أنت شاب يفرح. ربنا يخليك، ربنا يخليك. احكي لنا بقى هنعمل إيه عشان نوصل الطاقة الكهربائية لكل أهلنا في المجرة وغرب غرب المنيا. والله هو الزراعة قريبة جدا من قلبي يعني شخصيا، وهي عصب اقتصاد زي اقتصاد مصر، ودعمنا ليها أو نبقى جزء من المنظومة دي ده شرف لينا احنا، وده بالعكس ده ان شاء الله تاج على راسنا، وربنا يوفقنا باذن الله ان احنا نقدر نحقق كل الشركات والعاملين في المشروع يحبوه. والحقيقه برضو لازم اقول انه الدعم القياده في شركه الريف والمهندس عاطر حنوره بالتحديد كان متفاهم، وكان برضو كانت العقبه الاساسيه في المشروع هي الحقيقه كانت التمويل، وهو حجمه قد ايه؟ والله احنا حاليا في فترة الدراسة، ولكن احنا بنتكلم ان ممكن نوصل تقريبا 6 ل 7 مليار جنيه على نهاية المشروع، وان شاء الله تمام مع المزارعين وكلام ده باذن الله ان شاء الله في خلال الاسبوع في مناطقهم، هنروح المجرى، هنروح غرب غرب، هنبتدي ننزل الموقع من الشهر الجاي ان شاء الله. في حاليا في الشهر ده احنا بنعين الاستشاري، بنحدد الاطراف اللي هتشتغل معنا في المشروع، وإن شاء الله في خلال 3 شهور يكون عندنا تصور كامل متكامل عن المراحل المختلفة. إحنا بنشتغل على المشروع ده بصفة عاجلة، عندنا تصور طبيعي مبدئي، فاهمين المراحل بشكل عام، ولكن دي هتكون دراسة تفصيلية تنفيذية للمشروع إن شاء الله. المهندس شريف الجبلي رئيس مجلس إدارة مجموعة إنارة للاستثمار، اتخرج في كلية الهندسة جامعة حلوان سنة 2005، وحصل على الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة IA الأسبانية، ودي واحدة من أكبر 5 جامعات في العالم اللي بتمنح MBA. وبعدها حصل على دبلومات تمويل مشروعات من جامعة لندن للأعمال وجامعة تورنتو في كندا، وهو مؤسس شركة رايدكس للأسمدة التابعة لمجموعة أبو زعبل للأسمدة. وفي تورنتو كانت بداية فكرة تأسيس مجموعة إنارة للاستثمار المباشر والتمويل لمشروعات البنية التحتية والطاقة المتجددة، وخصوصاً إن مصر ما كانش فيها صناديق استثمار أو بنوك بتشتغل في الطاقة المتجددة وقتها، ف
فقرر يدخل المجال وبقوة، والبداية كانت عام 2014. التحالف اللي فاز بقيادتك بتوصيل الكهرباء، عايز أعرف المنافسة كانت عاملة إزاي، وهل كان في شركات داخلة عشان خاطر تاخد هذا العمل في المجرى وغرب غرب المنيا؟ احكي لي ماذا حدث وهنشتغل إزاي الفترة اللي جاية. والله هي قصة المشروع دي ابتدت تقريبا أكتر من سنة. قدمنا لشركة الريف بطلب إن احنا نقدم عرض للمشروع. في الأثناء دي ابتدت شركة الريف تتقبل عروض أخرى برضو من شركات. في نوفمبر طرحت شركة الريف المناقصة، والحمد لله قدرنا إن احنا نكسبها بالتحالف، تحالفنا يعني بقيادة شركتنا يعني نكسب المناقصة. كان محور تركيزنا ان احنا نقدر نوفر الكهرباء على مدار الساعة وبسعر موازي للشبكة القومية. الحمد لله يعني برضو تاني في بعض شافوها مخاطرة، احنا شايفينها فرصة. انا لسه هسألك، مش قلقان؟ بالظبط كده. في كتير طبعا اتقال يعني من شركات كتير، حتى استشارينا اللي انت بتعمله ده واللي موديكوا هناك والحقيقة كمان لقينا ان معظم منافساتنا في قطاعنا اكتر مركزة على الاماكن اللي فيها فرص اكتر فاحنا حبينا ناخد يعني زاويه تانية، ولقينا ان الفرصه هنا. وانت من سيربح؟ ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله ربنا كريم. هو الهدف طبعا احنا بالنسبه لنا احنا او هو طبيعه المشروع هي طويله المدى، يعني المشروع بنتكلم في 25 سنه. فكره المشروع ان احنا اللي بنستثمر، احنا اللي بنحط استثمار، احنا اللي تمويل محلي دولي. غالبا احنا بنبص لتمويل دولي. تمام. لان ميزه التمويل الدولي او مؤسسات التمويل الدوليه اللي ليها علاقه قويه جدا مع مصر الحمد لله في الحمد الفتره لله دي طبعا ان هي بتقدر تدي تمويل طويل المدى، بنتكلم فترات توصل ل 18 سنه وبفايده معقوله، وفي نفس الوقت هم لان هي من اهدافهم الرئيسيه هو التنميه، فمشروع زي مشروع الريف في بعد تنموي كبير جدا، سواء من خلال الزراعه، سواء من خلال الكهرباء من الطاقه المتجدده، سواء من خلال انك بتخلق يعني نشاط تاني اقتصادي بشكل عام. فدي من المشروعات اللي تحب البنوك الدوليه ان هي تمولها، وان شاء الله تنميه مستدامه. بالظبط كده. ففيها عناصر من العناصر اللي بتلاقي قبول عند مؤسسات التمويل الدوليه. 3 شهور من لقاءات المزارعين في المجرى وغرب غرب المنيا، ان شاء الله نعد بعدها 18 شهر حسب الوعد. صحيح. ان شاء الله احنا مستهدفين كمان باذن الله نقدر نعمل يعني نقدر نقلل البرنامج ده عن كده، ولكن طبعا اهم تعودنا مع رئيس الجمهوريه ان اللي يتعمل في سنتين بيتعمل في سنه. صحيح. فاحنا قدامنا سنه ونص. صحيح. ممكن نأثر شويه. صحيح. الناس مستعجله بنفس المعنى ده. لا طبعا يعني ربنا يقدرنا ان شاء الله نقدر نعمل في اسرع من كده. بالعكس الموضوع محتاج ان احنا يعني تكون دراسه مكتمله، بمعنى ان احنا عندنا دراسه عامه، ولكن اللي بيحصل ايه يعني بشكل اوضح، يعني انت النهارده مش عايز تحط استثمار كبير جدا في محطات كبيره وبعدين تلاقي الاستهلاك ضعيف. اللي موجود ضعيف. صحيح. حقك. فالنهارده احنا عندنا تصور المنطقه عايزه قد ايه، اقدر اوصل بسعر الكهرباء قد ايه، اقدر انفذ في قد ايه. بس احنا محتاجين نتاكد النهارده ان الشركات اللي استلمت الاراضي في شركه الريف هتكون ملتزمه معانا بحد ادنى من الاستهلاك، فمحتاجين ان احنا نفهمهم برضو، نوضح لهم ازاي يدرس الكهرباء بتاعته، يفهم يعني يبقى 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 يعني يقدر يحسب ازاي الكهرباء. محتاجين بعض التوعيه ل ايه الاستخدامات بتتم ازاي، واحنا محتاجين نحط بناء على ذلك البرنامج التنفيذي اللي يخدم الشركات ويخدم المزارع النهارده في اسرع وقت. انا كمزارع هتعامل معاك ازاي؟ وضح لي كده العقود يبقى شكلها ايه، يعني ايه معنى كلمه حد ادنى الاستخدام وده حقك انا باكد عليه. طب هيبقى التعامل ازاي؟ والله احنا حاليا بننسق مع اداره شركه الريف المصري ومع طبعا المستهلكين، وده اللي هيتم في خلال الثلاث شهور اللي جايه، بحيث ان احنا نوصل لصوره نهائيه للتعاقد. في نفس الوقت ايه التصور، وشرحنا ده. وبالمناسبه كان في برضو بعض الجلسات مع جهاز مرفق الكهرباء مع ممثلين عن الشركات الزراعيه، بحيث برضو يشرحوا لهم، لان هو جهاز منوط، جهاز مرفق الكهرباء وحمايه المستهلك منوط بحمايه المستهلك، يعني العقود عليها رقابه حكوميه طبعا لازم. تمام. فده وده هو جهاز مبني عشان ده. فاحنا
في خلال الثلاث شهور ان شاء الله هيكون عندنا تصور نهائي لتصور التعاقد، او يعني المفروض نكون نهينا التعاقد وشكل العقود جاهز وكل حاجه. طبعا كلها شكلها جاهز. بتكون شاهد عليه شركه الريف المصري؟ طبعا شركه الريف جزء اصيل في العلاقه اللي بتنظم العلاقه، هي برضو بتنظم العلاقه او شاهد على العلاقه وبتدير العلاقه اللي ما بيننا وما بين الشركات، ولكن فيما يخص الكهرباء وعقود الكهرباء ده من خلال جهاز تنظيم الكهرباء اللي احنا بنديهم تصور الاول للشركات، وبعدين بنروح بنسلمها لجهاز مرفق الكهرباء. خلي بالكم مؤسسات التمويل الدولية مش بتمول اي مشروع والسلام، ده كل مشروعاتها بهدف التنمية، ولازم تضمن استمرارية ونجاح المشروع، وده من خلال دراستهم لكل جوانب المشروع الادارية والاقتصادية والتنموية والتسويقية لمنتجات المشروع عالميا. يعني التمويل الدولي معقد جدا، ولغاية النهاردة المهندس شريف الجبلي نجح بالتعاون مع مؤسسات التمويل الدولية في ضخ استثمارات تجاوزت 500 مليون دولار في مصر، وحاليا بيشتغل على تنمية مشروعات طاقة وبنية تحتية في مصر وأفريقيا بقيمة 2 مليار دولار. أصعب لحظات عاشها المهندس شريف الجبلي لما أعلنت شركة أديسون العالمية الأمريكية إفلاسها سنة 2016، لأنه وقتها كان بيقود تحالف دولي لإنشاء مشروع بنبان للطاقة المتجددة في مصر، وكان التحالف بيضم جهات تمويل أمريكية وسعودية وأسبانية وصينية، وكان أكبر جهة أديسون عملاق الطاقة في العالم، لكن ما استسلمش ونجح في التحالف مع مجموعة تيبيا الصينية العملاقة، وقاد التحالف مرة أخرى وبقوة. نسيب بقى مشروع الواحد ونص مليون فدان، في جدعان في الوادي الجديد صح حلمهم دول أهم ناس، شاب كده يفرح زيك يقول لهم تعالوا أنا عندي حلول صح، هنعمل إيه الوادي الجديد؟ أنت عندك أبو منقار ما فيهاش كهرباء، عندك موت ما فيهاش كهرباء صحيح، مناطق في الداخل والخارجة محتاجة كهرباء، 44% مساحة مصر في الوادي الجديد صحيح، أنت حلم هذه المناطق، هنعمل إيه؟ الحقيقة الوادي الجديد محظوظ بمحافظ ليه رؤية، عندك حق، وصاحب قرار اللواء محمد زغلول طبعا، يعني الحقيقة من القيادات الواحد يعني تشرف دعم سياسي غير طبيعي صحيح، وهو يعني ايده في الموضوع، والحقيقة المحافظة بتتعامل في قطاع الزراعة كأنها مطور زراعي، يعني كأنها مطور زراعي واخد ملف الزراعة كأنه مطور زراعي، والحقيقة يعني في بيئة عمل زي دي احنا متشجعين جدا ومستعدين وحابين نبقى جزء من هذا النجاح، وان شاء الله في خلال الفترة الجاية احنا بنحاول نشتغل على كذا برنامج، منها برامج تخدم صغار المزارعين وتخدم الخريجين حتى، بحيث ان نسهل عليهم التمويل لتجهيز ابارهم، ونجهز لهم الابار بحزم تمويليه بحيث ان ما يبقاش في ضغط، مموله محليا من خلال بنوك محليه. طب هاي يعني ده مثلا مشروعات صغيره متوسطه بالظبط كده، بالظبط كده، بالظبط كده، بنك الاهلي، كل بنوكنا الوطنيه بتشارك في هذا العمل العظيم بالظبط كده، بالاضافه الى ان بعضه بنشتغل مع بعض الشركات اللي هناك على تجهيز ابارهم بالطاقه الشمسيه. في مشروع هيتنفذ هناك في الوادي حاليا؟ بننفذ بعض المشروعات طبعا، وبالعكس يعني مبسوطين بوجودنا وشايفين الفرص اللي نقدر نكبر منها، وبالمناسبه يعني كان تواجدنا هناك هو ده اللي خلانا نبتدي نبص في الريف، يعني خلانا نفكر في مشروع الريف المصري، يعني خلانا نبص في الزراعه بشكل عام. على فكره المهندس شريف الجبلي رئيس مجلس اداره مجموعه اناره للاستثمار، ليه حافظة مشروعات دولية فخر لينا بجد كمصريين، منها مشروع لإنتاج 50 ميجا وات كهرباء من طاقة الرياح في كازاخستان بتحالف مصري صيني، وحاليا بينفذ مشروع عملاق في دولة مدغشقر. ما أعلن أسعار الكهرباء الجديدة خلال الأيام اللي فاتت دي لاحظنا جدول معمول، الجدول ده بيقول إن القطاع الزراعي يستهلك 4.8 من إجمالي الناتج القومي من الكهرباء صحيح، اللي بيوازيه 4.8% المنشآت الحكومية. تخيل المنشآت الحكومية بتاخد قد القطاع الزراعي برمته اللي بيحقق الأمن الغذائي. سؤالي ده مش معناه ان ده قطاع واعد جدا ومحتاج كهرباء وجاذب لاستثمار العديد من الشركات العاملة في قطاع الطاقة المتجددة؟ طبعا هو محتاج اكتر، يعني هو الحقيقة يعني لو بص الموضوع حتى بشكل يعني بشكل اشمل شوية كمان، انت بتيجي تقول مثلا يعني ودي ارقام مبالغه، حتى لو هتيجي تقول ان احنا 100 مليون واحد كمصر يعني، واجمالي انتاج الكهرباء لو قلنا حتى بشكل مبالغ وهو مبالغ فعلا اللي انا بقوله 50 جيجا يعني 50000 ميجا، فده يوريك ان انت النهارده ما هو حتى بالانجليزي الطاقه الكهربائيه بيسموها باور او قوه، هي مرايه اقتصاد،
فانت صحيح. ده يوريك ان انت لسه محتاج وده لو بصيت على الارقام رجوعا للتحفيز اللي تم وده انا شايفه بالعكس مع ان ممكن احنا في القطاع ونحب ان نشوف نتحرك فيه وننافس ونتحرك ونشوف الاسعار بتزيد مش بتقل للمنافسه ونقدر ندي اسعار اقل من الكهرباء لكن انا مع فكره انه الدوله عملت ايه برضو لما نبص على الارقام هي ثبتت اسعار الكهرباء للجهد المتوسط والجهد العالي ثبتته لمده 5 سنين وادت كمان تحفيز للصناعه ب 10% او ب 10 قروش يعني لنفس الجهود فده معناه ان الدوله بتتوجه لدعم الصناعه والزراعه صحيح فده مطلوب فده المفروض لانك انت في الاخر ده جزء من تكلفه لو بالنسبه للصناعه والزراعه فده يعني 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 جزء من تكلفه فالنهارده اعتقد انه ان شاء الله بالخطط طبعا هي عطلتنا كتير جدا الظروف العالميه اللي احنا فيها والظروف الوباء اللي احنا فيه ولكن واحنا ماشيين في برنامج الاصلاح الاقتصادي وبرده جذب الاستثمارات كنا المفروض في خلال 4-5 سنين كان الاستهلاك ده هيزيد لان معظم استهلاك النهارده مشوه بيني وبينك يعني انت معظم استهلاك النهارده رايح على القطاع الايه المنزلي حاجه 40% فده طبعا مش صح يعني ده مش صح فالنهارده في خلال الخمس سنين اللي جايه المفروض يكون في دعم اكتر يعني يكون في استثمارات اكتر في مجال الصناعه وفي مجال الزراعه اللي على طول النسب اللي حضرتك بتتكلم فيها دي المفروض هتزيد منها وحصتها تزيد وده يدي على طول مؤشر ان في حركه اقتصاديه ونشاط اقتصادي في البلد هنشتغل في المجرى وغرب غرب المنيا طاقه شمسيه ولا طاقه رياح المنيا ممكن يكون فيها فرصه للرياح هناك الرياح شرسه فعلا صح إيه؟ الرياح شرسه فعلا في المنيا بالظبط فيها فرصه للرياح ولكن لسه برضو الدراسه لازم هي اللي تحدد ده ولكن طاقه شمسيه طبعا في المشروعين بالتاكيد هنشتغل عليه الحق يقال من كم اسبوع كان الحديث عن توصيل الكهرباء لمناطق مشروع 1.5 مليون فدان يعتبر مبالغات وشيء اقرب للمستحيل وكان اقصى امان المنتفعين ان البير اللي محفور في الارض يطلع شغال او يوافقوا ليهم على بير تاني في قطع الاراضي اللي مساحتها 238 فدان اصل بير واحد بجد ما ينفعش او حتى توصل المدقات لاراضيهم عشان يعرفوا يروحوا لها لكن دلوقتي الموضوع بجد مختلف ده الكهرباء هتوصل وكهرباء يعني زراعه بجد وبتكلفه اقل تشاهدون بعد الفاصل فريق الجدعان في مزرعة المهندس سامي الزيني خبير التخطيط القومي بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي والذي يطبق أحدث النظم العلمية في الزراعة ويتبع أفضل نظم الري على الإطلاق لدرجة أنه يحسب الري بالثانية الواحدة ويستخدم مياه منزوعة الأملاح بصورة كاملة